لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: مدرب الوداد يعلن قائمة اللاعبين لمواجهة حسنية أكادير وعودة لاعبين بارزين للفريق الأحمر. الغيابات تربك مدرب حسنية أكادير قبل المواجهة الصعبة ضد الوداد الرياضي. سعيد الناصيري يرصد مكافأة ضخمة للإطاحة بالحسنية. وفي آخر الفيديو سنعرض لكم خطوة جديدة تقرب إنزو زيدان من الوداد الرياضي، وسعيد الناصيري يخرج عن صمته بخصوص الصفقة. رسميا الوداد يحسم صفقة مدافع بارز بالميركاتو الصيفي الحالي. تعرف قائمة الوداد الرياضي غياب لاعبين بارزين لمواجهة مضيفيه حسنية أكادير غدا الأحد برسم مباريات الأسبوع 28 من البطولة الوطنية الاحترافية. ويفتقد ميشيل أنخيل غاموندي لخدمات كل من المدافع الشيخ إبراهيم كومارا، والذي لم يستعد جاهزيته الكاملة رغم تعافيه من الإصابة، بالإضافة لغياب الظهير أيوب العملود والذي ما زال يعاني من الإصابة التي كان قد تعرض لها في وقت سابق والتي ستبعده عن باقي مباريات الوداد الرياضي بالدوري المغربي لهذا الموسم، وسيكون حاضرا خلال مباراتي النادي الأحمر ضد الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا. يغيب مجموعة من اللاعبين الأساسيين بفريق حسنية أكادير خلال مواجهة الوداد الرياضي في المباراة المقرر إقامتها غدا الأحد بالدوري الاحترافي. ويتعلق الأمر بخمس لاعبين أعلن مجلس الإدارة أمس الخميس إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى بعض الإصابات الأخرى لكريم بعدي وعبد العالي الخنبوبي وياسين الرامي. وسيغيب باكاريماني للإيقاف بعد طرده ضد الدفاع الحسني الجديدي. كما يواصل كل من سفيان البوفتيني ورضا العطاسي غيابهما لرغبتهما في الرحيل عن الفريق، وتشكل هذه الغيابات أزمة كبيرة للمدرب مصطفى أشريف الذي يبحث عن البدائل، خاصة أن المباراة ستكون صعبة ضد الوداد الرياضي. يستعيد فريق الوداد الرياضي خدمات لاعبين بارزين خلال مواجهة حسنية أكادير بالدوري المغربي. وعرفت لائحة ميشيل أنخيل غاموندي مدرب الوداد الرياضي المستدعى للمواجهة المذكورة عودة المدافع محمد رحيم، والذي كان قد تعرض لإصابة طفيفة خلال مباراة الدرب البيضاوي ضد الرجاء، مما فرضت غيابه عن مواجهتي فريقه ضد المغرب التطواني وأولمبيك آسفي. كما عرفت قائمة أنخيل غاموندي عودة المهاجم غاكبو لوران جونيور، والذي كان قد غاب لمدة طويلة عن مباريات الوداد الرياضي بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق. وبعودة اللاعبين سيكون مدرب الوداد الرياضي أمام خيارات عديدة يعتمدها خلال مواجهة حسنية أكادير. قال مصدر رسمي في حسنية أكادير أن النادي قرر نهائيا تجميد لاعبه سفيان بوفتيني وإحالته للفريق الرديف حتى نهاية الموسم الجاري. وأضاف نفس المصدر أن تصرفات سفيان بوفتيني ستجلب له عقوبات قاسية بعدما خرق الحجر الصحي الذي كان مفروضا قبل مواجهة الفتح الرباطي. وحدثت أزمة بين الطرفين بعدما رفض حسنية أكادير بيع المدافع سفيان بوفتيني لنادي الباطن السعودي مقابل 300 مليون سنتيم فقط. ويتبقى لسفيان بوفتيني موسم واحد رفقة النادي المغربي ولن يظهر في صفوفه بالموسم المقبل، وذلك بعدما قرر رئيس حسنية أكادير بيعه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. قرر نادي الوداد الرياضي العودة مجددا للمراهنة على سياسة التحفيزات المالية للاعبيه قبل مباراته المهمة ضد حسنية أكادير في الدوري المغربي. وأكدت بعض المصادر أن رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصري عاد مجددا ليغري لاعبيه بمكافأة مهمة دون الكشف عن قيمتها في حال عادوا بالانتصار من ملعب أكادير. واختار رئيس الوداد الرياضي سياسة مضاعفة مكافأة الفوز بعد مباراتين تواليا، كما وعد لاعبيه بمكافأة قياسية إن نجحوا في الفوز بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.
وكان سعيد الناصيري قد تحدث في تصريح سابق أي لاعب بالفريق يدعي عليه أنه يدين له بفلس واحد حسب تعبيره. أخر الاتحاد الليبي لكرة القدم وصول نجم منتخب بلاده مؤيد لافي لمدينة الدار البيضاء للانضمام بصفة رسمية للوداد الرياضي بعدما وقع على عقد انضمامه للفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وذكر مصادر مقربة من محيط الوداد الرياضي أن إدارة هذا الأخير كانت تترقب وصول نجم المنتخب الليبي مؤيد لافي للانضمام رسميا لصفوف الفريق الأحمر نهاية الأسبوع الجاري، غير أن توجيه الدعوة له للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده سيؤخر وصوله للدار البيضاء حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري. عمد اللاعب إنزو زيدان لفسخ عقده بالتراضي والذي يربطه بفريق ألميريا الإسباني، وكشف الفريق الإسباني عن فسخ عقده مع اللاعب إنزو زيدان، الأمر الذي يجعله لاعبا حرا خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم اللاعب إنزو زيدان بفريق الوداد الرياضي، وذلك بعدما أكد الدولي البرازيلي السابق روبرتو كارلوس ووكيل أعمال اللاعب في مقطع فيديو عن توصله بعرض من فريق الوداد الرياضي. من جهته تحدث سعيد الناصيري عن صفقة إنزو زيدان وتطورات الميركاتو الصيفي للفريق الأحمر، وأقر رئيس الوداد الرياضي أن إدارة فريقه دخلت في مفاوضة مع روبرتو كارلوس وكيل إنزو زيدان لمعرفة ما إذا كان العرض مناسبا للطرفين معا بخصوص الصفقة المذكورة، مشددا أنه لم يحسم أي شيء لحدود الساعة. وأوضح سعيد الناصيري أنه في حال توصل الطرفين لاتفاق نهائي سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا عبر القنوات الرسمية لنادي الوداد الرياضي. باس فريق الوداد الرياضي قريب جدا من التعاقد مع الظهير الأيمن زكريا كياني لاعب فريق نهضة الزمامرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفاد مصدر مطلع أن المفاوضة بين إدارة الفريق الأحمر واللاعب زكريا كياني قطعت أشواطا مهمة، وأن جزئية صغيرة جدا تفصل الإعلان عن الصفقة الجديدة لنادي الوداد الرياضي. وأضاف نفس المصدر أن اللاعب زكريا كياني الذي تألق هذا الموسم مع فريقه نهضة الزمامرة أبدأ استعداده للدفاع عن قميص النادي الأحمر، وأكد عشقه للفريق رغم أنه يتوفر على عروض مهمة من طرف مجموعة من الأندية المحلية.